اغتيل محافظ أو أمين عام المجلس المحلي بمديرية مجزر سالم غفينة بعبوة ناسفة استهدفت سيارته اليوم في مفرق الجوف مارب. وقال مصدر محلي أن غفينة اغتيل بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور سيارته بالمنطقة، ما أدى إلى مقتله ونجله وإصابة 2 من مرافقيه. مصدر في وزارة الدفاع أفاد بأن التحريات جارية للتحقيق في الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.